بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. أهلا بك يا شيخنا. الله يبارك فيك. دائما تعودنا في كل حلقة نأخذ موضوع معين. مشاهدينا الكرام، نحاول أن نطرح اليوم موضوع مهم جدا في حياتنا اليومية. لم يعد الانفلات الأخلاقي الذي يشهده المجتمع ووقفا على المظاهر الخادشة وللحياة أو السباب والألفاظ المبتذلة في الشوارع، بل انتشرت الفوضى الأخلاقية، وانتشرت أيضا حالة العشوائية المرورية والسير عكس الاتجاه وافتراش الأرصفة من قبل الباعة المتجولين أو الجائلين وأصحاب المتاجر وغيرها من المظاهر التي تمثل تعدي على حق الطريق بشكل عام. الإسلام ربانا وعلمنا أن للطريق حقا يجب على الإنسان أن يعتبر له وأن يحقق هذا الواجب الكبير، لأن الآخرين أيضا يتضررون كثيرا من هذه المسألة. ويمكن يكون من الحوادث الظاهرة جدا اللي هو عدم ذات السائقين في الشوارع، هم عليهم دور كبير جدا في معرفة تفصيل هذا الحق. إلى أي درجة يا شيخنا نحن نبدأ بهذه المسؤولية الكبيرة التي حثنا الإسلام على اتخاذ هذه المبادئ الأساسية التي وضعها لنا؟ بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: أطيعوا الله والرسول وأولو الأمر منكم. وللأمر اللي هو حاكم المسلمين، والعلماء قال يجوز لحاكم المسلمين يسن من اللوائح والنظم الإدارية والقوانين لحماية المواطن وحقوق المواطن. وهسه عندنا هنا ده في قانون الحركة، قانون الحركة ده وضعوه مهندسين باحثين دقيقين لسلامة المواطن السائق وسلامة المواطن الماشي بالأرض. لا بد أنه لكل سواق ملاكي عربية تجارية خاصة أنه يخذ في الحسبان الأول أنه ربنا رقيب عليه في حركاته، في سكناته، في سواقته دي، يراعي شايل لك أنت أرواح قدامك، أرواح ماشيين بالوطن، أرواح راكبين عربات، شايل لك أرواح، لم تتأكد أنه ربنا رقيب عليك. ما تقول مثلا قانون الحركة أو أنا لو صدمت قتلت لي زولي هدية، والدية حتدفع شركة التأمين، والدية قتلة الخطأ بيدفعوها العاقلة قريب القاتل، أخوانه ولاد عمه. عشان كده الحكاية دي بقت سهلة عند السواقين، ولك الدية تدفع شركة التأمين، يدفع أولاد عمي وإخواني، عشان كده ما بيهم. وطبعا القاضي بشر، لما زول يحصل في حادث حركة يموت ناس، يجي المتحرر يرسم الحادث ويرفع التقرير للقاضي. القاضي طبعا ما بيحلف الزول ده كان سايق كيف، هل كان متخطي، هل كان سكران، هل كان نحسان، هل ده كله ربنا يعلم، لكن القاضي ما بيعلم. أيوة. والقاضي بيكون خلاص قتل خطأ، أيوة اللي في الحل ده يحكم بيدفع الدية لأهل القتيل، وبعدك يصوم شهرين متتابعين ده القتل الخطأ. وهنا ده الدية تدفع شركة التأمين، خلاص أهل القتيل قالوا عفينا، خلاص أخذوا حقهم بالعفو، قالوا دايرين الدية نديهم الدية، الشركة زي ما أمن التأمين كامل دفعت شركة التأمين أخذ حقهم منها، ماش دفعتها يدفعوها العاقلة. بعد ذاك مطلوب منه يصوم شهرين متتابعين. نعم. في ناس كثيرين يقول لك أنا ما دفعت الدية ما علي صيام، لا، الدية دي حق أكل القتيل، أما الصيام حق الله. قال تعالى، نقرأ الآية. نعم. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. أهدي الشروط، زول قتل له مسلم خطأ يدفع الدية، أهل الدية عفو أخذ حقه، بعد ذاك يصوم شهرين متابعين. أما إذا كان زول المقتول ده مسلم، يعني من أهل، يعني ما مسلم، ولكن أهله محاربين يعني للمسلمين، بالحالة دي ما ندون الدية،
عشان ما يستعينوا بها على قتالنا، لكن عليه صيام شهرين متتابعين. أما إذا كان ما مسلم من أهل الذمة عاش وسط المسلمين مسالم أو ما مسلم قتلته عن طريق الخطأ، يبقى تدفع الدية لأهله وبعد ذلك تصوم شهرين متتابعين. نعم. ده اللي هو الظاهر، لكن نحن نرجع الكلام اللي قلناه ده نصيحة، أديني فرصة كده. نعم. لأن موضوع ده ناس كتير كل شهر تجدين حوادث، ماتوا 60,000 حادث، قتل 4 قتل 20 كده. ده النهار ده ندي هرشة كده للسواقين يا أخي. نعم. أول حاجة مطلوب منك السواق إن ربنا رقيب عليك في حركاتك وسكناتك، ما بيغفل من مراقبتك جزء من رمشة العين. نعم. ومطلع عليك، وحكم القاضي ما بيحلل الحرام، القاضي طلع يعتبر أطلي خطأ ودفعك الدية وشمت الشهرين ده حق الله رغبة ربنا عليك. إذا سكت عربيتك وانت نحسان شعرت إنك كابس عليك النوم، أطلع وقف العربية، أطلع من الشارع، مش خليك نوم إن شاء الله جوا العربية في الشارع في أي مكان، خليك إن شاء الله ربع ساعة نعسان دي يروح منك تسوق. نمرتين ما تطلع من البيت أنت مشاكل زوجتك، والله مشاكل أي زول في البيت، زعلان من البيت لأنك طلعت زعلان من البيت، أنت سايق وتفكر كيف يقول لي كده كده وكده تعمل حادث. نمرتين ما تكون شارب لك حاجة مخدرات او خمره. نمره 4 انك لابد قبل ما تركب العربيه تتاكد عربيتك دي دركسونه تمام، فرامل تمام، لساتكه تمام، كل حياتها تمام 100%. بعد ذاك تركب تعتمد على الله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وتخذ قانون الحركه ده تطبقه، لانه ده امر من الله، لانه الرسول ربنا قال اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم، وللامر وضع قانون الله هو قانون الحركه، واجب عليك وجوبا شرعيا انك تطبق القانون ده، خالفت القانون ده ربنا يعاقبك. طيب القانون ده ما وضع بشر، وضع بشر لكن الوضع من لمصلحة المواطن، مصلحتك ومصلحة المواطنين الثانيين، ويجب عليك وجوبا شرعيا تنفيذه. نعم، جزاك الله خير شيخنا، فعلا الموضوع محتاج لتوضيح أكثر، لكن أظن معنا تلفون. ألو مرحب. ألو ألو مرحبا. التلفون معنا. طيب يمكن يكون اخذنا مسافه طويله جدا، لكن برضه نحن ما في مانع انه المساله هي مساله مشتركه يعني. أيوة. حتى في ناس بيمشوا غير عينهم يا شيخنا في الشارع. أيوة. ودي برضه عليهم مسؤوليه. عليهم مسؤوليه، زي ما ماشي في الشارع انك ما تعمل حسابك، تعاين شمال يمين تتاكد. في فرصه تخليك تقطع الشارع اقطع الشارع. لكن ما شمال العربي قاعد عليك تتعمد تقطع الشارع تقول لازم يقف لي. لا، في الحاله دي لو صدمك انت بتتحمل مسؤوليتك، تعمل حسابك. دي كلها مسؤوليه للماشي رجلين والسايق العربات كلنا، لو نحن راعينا قانون الحركه والنظام والتزمنا بآداب الحياه دي كانت تخف الحوادث. طبعا كل شيء سابق في علم الله في الازل، لكن نعم. كمان لابد ان نراعي الحياه دي، ما نسبب، ما نكون متسببين، لان المتسبب والمباشر يبقى مسؤوليته. قال هنا فرضنا الزول ده كان نحسان وسايق عربي، حصل حادث قتل الزول. نعم. القاضي ما بيعلم الغيب. ايوه، اكتب خلاص قتل خطا، تدفع الدية، يعني في مسؤولية ثانية، هاي مسؤولية ثانية اللي هي مراقبة ربنا عليك. نعم. هاي ما بتقدر غشيت القاضي، ما بتقدر غش ربنا. ما ممكن غشيت المتحري تقدر تغش ربنا، ما ممكن. هاي نعمل حساب، يعني في مسؤولية أمانة بينك وبين ربنا. أمانة. هاي شوف تقدر موقفك، 6-7 تنفع زول يجي العربية ماشي يقوم يدخل طوال شارع الظل الطيارة رئيسي، يعني بيطلع على الخط السريع يدخل بدون ما يتاكد في عربيه جاي ولا ما جاي، ديك يضرب فيه الاثنين. اكثر الحوادث اللي بتحصل بالطريقه دي. انت قبل ما تدخل شارع الظلط يا اخي تاكد عليه ابعد مسافه كم، 5 كيلومتر حتى تقطع الشارع، لانه الزول جاي داخل خط سريع ماشي بسرعه، وانت ما بتقدر المسافه، تدخل داخل وهم هناك كمان شارع بقدر يمسك الفرمل وهو يحصل الموت بالطريقه. طيب في حاجه ثانيه يا شيخنا، نشوف الناس يعني بيهيجوا بيشاغلوا في الشارع وبنبذوا بعض يعني، ودي مشكله برضو ايضا. اي لا، انما انت قدر القانون موجود، انت حصل انت سايق عربيت انا صادمتك، لا تدعيني ولا شتمني ولا شيء، لا ننزل في قانون نشوف نقيف ننتظر، نضرب تليفون لرجل المرور يجي يرسم الحادث، بعد كده يقدم للقاضي، القاضي بالحال اذا انا غلطان بيقبل دي حاجه هنا. لكن ماني شاكر، ماني تلبس ليه؟ لانه انا ما متعمد يا اخي. نعم. حصل كده. نعم. ناخذ اول مكالمه معنا. الو مرحب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معاك الطيب، عندي سؤال لك يا ايوه. معلم من انت؟ الطيب محمد. الطيب اهلا وسهلا، تفضل يا طيب. الله يسلمك. كان عندي نذر قبل كده، قلت لو حصل حاصوم، والحاجه دي حصلت وما كنت ما اعرف كفارتي فيها. ايوه نذرت انك تصوم كويس. قلت لك قبل كده انزلت لي نذر وما اصيبك. ايوه قلت لو حصل الحاجه دي حاعمل حاصوم. نعم فهمناك طيب. نعم عندك عندك سؤال ثاني؟ لا شكرا جزيلا يا طيب. الطيب محمد شكرا جزيلا. هو نذر وقال انه حيصوم وفعلا حصلت الحاجه اللي نذر من اجلها لكن ما صام. ده واجب عليه، واجب عليه، فرض عليه انه لازم يصوم. ما الا اذا كان يعني اللي بعده يصوم لقى نفسه عنده سكر وعنده كلى، عنده مانع يمنع من الصيام، في الحاله يطعم 10 مساكين. لان في الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام قال من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفاره يمين. أما إذا كان لا عنده سكر لا عنده عذر يصوم. هل الشرع لازم أقول ليك أنذر؟ ولك لزمت نفسك نذرت وربنا حقك ليك يبقى تصوم. طيب لو زول قال أنا لو حصلت الحاجة دي حصوم مثلا شهرين ثلاثة شهور كله لازم يصوم؟ كله لازم يصوم. الشرع ما بيلزم يقول لك أنذر. حتى النذر عند بعض العلماء مكروه. لكن أنت نذرت وربنا وفى عليك ويجب عليك توفي. نذرت أنك تصدق تصدق، نذرت صيام تصوم. يعني ما عنده خيار ثاني؟ ما عنده خيار ثاني الا اذا خيار، اذا كان زول مريض مرض يمنع من الصيام يطعم. لكن ما دام ما عنده مرض يصوم. طيب ده بقولنا الحديث يا شيخنا له انه يعني انت ما شاء الله حذرت السواقين تحذير شديد اللهجه، ونحن محتاجين فعلا لهذه الرساله المهمه جدا، لانه اغلب الشوارع الان مع الازدحام وضيق الشوارع وتبقى المسؤوليه مسؤوليه الضمير فوق كل شيء. في كمير في وخاصه الباصات اللي كانت بتمشي الخط السريع سفر للابيض اللي شماليه للقضارف، الخط السريع ده برضه نقول للسواقين اصحاب الباصات الخط الطويل خالص ده مزمي هنا حتى الفاشل ممكن سواق واحد يسوق العربي دي اخوان. لابد العربي يكون فيها سواقين، واحد يسوق من هنا لغايه الابيض، واحد من الابيض يسوق لغايه الفاشل. الطريق يزول يقعد يسوق لغايه الابيض عنده طاقه يعني دي برضه يحصل النعسان يحصل النوم يحصل كده. اي ده نمره اثنين يعني طبعا هن بقدر ما اخواننا في ناس الحركه بيعملوا رادار عشان يضبط حركه العربات ما تسرع، لكن برضه هم السواقين يتفننوا كمان يحاول يزوق من ناس الحركه او يعملوا طريقه يزوق من الرادار ده وكده. انت زقت من الرادار لكن ما التنفيذ الناس الحركه لسلامتك وسلامه المواطن عشان يوم القيامه ما تتعاقب نفذ القانون ده. حتى يقول لك ما السرعه ما تزيد من 100 كيلو ما تزود حتى ولو الحركة ما شايفاك ولا خدت لك إيداع الذكر إنه ربنا رغيب عليك. القانون الحركة قال ليك الخط السريع ده السرعة تكون في 100 كيلو. مش كده خلاص أنا التزم ليه أنفذه. لو أنا ما نفذته وعملت لي حادث ربنا بيعاقبني يوم القيامة. طيب لو نفذته وحصل حادث لو حصل نفذته وحصل حادث إذا كان القضاء وقدرنا عربيتي تمام دركسوني تمام طالع من البيت تمام ولا نحسان ولا سكران ولا شرب لي مخدرات ولا شرب لي شيء وعربيته كلها فراملة تمام وحصل الحادث يبقى ده قضاء وقدر يبقى ما عندي ذنب. طلع أهل الدية القتيل عفو أخذ حقهم بالعفو قالوا دايرين الدية دفعت شركة التأمين أخذ حقهم شركة التأمين ما بتدفعها أنا دفعها أولاد عمي أخذوا حقهم بعد كده أصوم شهرين متابعين وما عندي ذنب. لكن لو خالفت قانون الحركة حيتعاقب يوم القيامة. شو أي زول نصيح أي زول يخالف قانون الحركة يتعاقب. أي يتعاقب ليه؟ لأن ربنا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وللأمر عمل القانون بتاع الحركة اللي حفظك أنت السواق وحفظ المواطن. خالفته يبقى يعاقبك ربنا ما بيعاقبك. لابد تعمل حساب نفسك. سبحان الله دي مسألة الناس غافلين عنها غفلة شديدة يا شيخنا. طيب ناخذ معنا مكالمة ثانية. ألو مرحب. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمهان. أهلا وسهلا يا اسمهان. تفضلي. يا أخي أنا عاوزة أسأل الشيخ ده والله أنا عندي أمي ما كبيرة شديد في العمر مالها؟ لكنها عصبية. عصبية شديد. أمك عصبية؟ أظل قاعد أتونس معاه فاهم كده لا ممكن تخلق لها موضوع تعكر الجو البيت كله يتنافر يتشاكل. وزايدين يعني كنا نكون مع بعض كده في مجتمع قدام ناس. عندي اختي اصغر مني طوال يعني بتفضلها كده قدام الناس. امك عمرها كم سنه يا اسمهان؟ ها؟ عمرها كم سنه تقريبا يعني؟
43 سنة. لسه صغيرة يعني. يلا تقول لك انا بريد بيتي اكثر من دي، يعني بتعرف من زمان عندها والله. طيب الحاله دي عندها من زمان يعني، موجوده عندها الحاله دي ولا؟ والله بس كده تجنب من سامي قدام الناس وتغير من الوقت الثاني وتظلمهم. الحاله دي كان من زمان عندها يعني، حاجه بعمل الله وكده. يا اسمهان، امك الحاله دي عندها من زمان ولا جديده؟ والله كده يعني من زمان عندها من زمان. لو قاعدين نتولى سايت تعمل لنا مشكله تخلينا كلنا طيب يعني. خلاص الشيخ بنجاوب نقول له بنجاوب. طيب الشيخ هيرد عليك ان شاء الله، وافتكر انه عندك سؤال ثاني؟ خلاص شكرا. طبعا اذا كانت انهم عصبيه بتنهرون وتعمل حاجات كده، انت سالت الحكايه دي من زمان انت ولا تجدد عليك؟ قالت برضه من زمان شيء. يبقى تشبد عليك كده، في بعض الناس يعني اخلاقهم كده صعبه، وراثة مرات تكون، مرات لعوامل نفسية، مرات لكده. وقالوا أمنا ما دام أمك يبقى عاد بقى تتحملنا، ما في دول تحمل غيرك، تتحملنا وتقدم لها النصيحة بقدر الإمكان. نهرتك، دعتك، ضربتك، ده كله تتحملنه، وأجرك عظيم عند الله. ما تقبلن للسيئة بالسيئة، ضربتك تضربنا، شتمك تشتمنا، لا تبلعين اي حاجه قالت لك انت بلعنا. وتحاول بقدر الامكان تتجنب الحاجات الخلاقه اللي بتخلي تستور فيك وتتهيج فيك الحاجات دي، اتجنبينها. وعرفت انكم البهيجه شنو، البزعيله شنو، اللي بيخليها تسور فيكم شنو. اي دي واجب عليكم، اجرك العظيم عند الله. تصبر عليها اذاها تحسن، يعني تاخذ ثواب البر وثواب اكثر كمان. ان شاء الله تكون وضحت يا اسمهان هذه القصه، وفعلا الناس محتاجين انه الوالدين يتحملون تحمل شديد لانه اجر عظيم. طيب يا شيخنا، نحن نرجع لموضوعنا اللي هو الطريق. انت قبل تحدثت عن مساله الطرق السريعه. واكثر الحوادث الان بتجينا في الطرق السريعه. ايوه يعني تلقى سواق تحاول تتفادى حمار، بقر، ابل في الشارع العام. صحيح. دايرين نشوف الناس الشركاء في القضيه دي، اصحاب المواشي. اي اصحاب المواشي يا يعني في حديث الرسول في سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وحفظ المائشة الماشية بالليل على أهلها، وما أتلفت المواشي بالليل على يتحملوا أصحاب المواشي. يعني أنت حيطانك دي بيتك ده بالنهار أنت مسؤول منه، بالليل مسؤول منه، البهايم حقاتك دي بالليل أنت مسؤول منهن. تربيطن ما يفك، نمشي في الطرق قاعد يجيب في الطريق، تلقى الحمار واقف في الطريق، مرات بيعمل حادث الحمار ده. الحيوانات، البقر، الابل تقطع الطريق. احفظ حيواناتك دي بالليل، ما تمشي تاكل خدار الناس، تتلف خدار الناس. نمره اثنين ما تقوم تجي في الطريق، الجمل داري يقطع الطريق، الحمار يقطع، البقر تقطع الطريق، يعمل حوادث. برضه كثير الحيوانات دي تسبب في حوادث. والمسؤول منها هنا اصحاب المواشي. انزل يحفظ مواشيه. وكمان انت سايق بالليل ما تسوي سرعه بالليل، سواقة الليل ما زي سواقة النهار. اضطريت تسوق بالليل اعمل حسابك، في حمار تلقواك بعدك، الحمار عنده حاجه غريبه يخلي السهل دي كلها يخليه بيجي في الظلام، بس يجيب كده وسط الظلام. سبحان الله. يبقى الحاله دي يعمل حسابه عشان يقلل الحياه. نعم. ويتوكل على الله ويتحصن. نعم. ده بالليل. نعم. أما بالنهار تعمل حسابك. نعم. السرعة ما تزيد من السرعة القانونية، إن شاء الله. ما تتخطى، ما تتجاوز الإشارة الحمراء. وتتأكد زي ما تكررني الكلام ده، تتأكد عربيتك دريكسونة تمام، فراملة تمام، لسديكة تمام 100%. أنت ذاتك 100% رايق، ما نحسان ولا جعان ولا عشطان ولا شيء. ولا طالع بمشكلة مزعلاك، ده كلها لابد تراعيها. ما رأيت حصل واحدة من الذكرتين ديل ربنا يعاقبك يوم القيامة. القاضي طلعك برا، القاضي بشر. أي حادث حركة خطأ. ما بيعلم الغيب ولا بيعلم أنت كنت فيك الحياة ذكرت هذه. لكن ربنا علم ما تكن صدور العالمين. ما بتخفى مراقبة ربنا علينا، ربنا ما يخفي مراقبتنا جزء من رمشة العين. سبحان الله. طيب معنا تلفون ثاني. ألو مرحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. منو؟ بسأل الشيخ بخصوص سجود التلاوة. سجود التلاوة. أنا جالس وبقرأ في القرآن وفي موضع بتاع سجود تلاوة. هل أستقيم وأوقف؟ هل شنو؟ وأسجد؟ هل أوقف وأسجد؟ أم في نفس الجلسة بتاعتي أسجد؟ الصحيح أيه؟
سمعت يا شيخ؟ يعني في موضع بتاع كده. انت كنت قاعد؟ كنت قاعد اصلا؟ انا جالس. ايوه جالس. اها بتقرا جالس؟ يعني استغين بس في الجلسه بتاعتي واسجد ام كويس كويس اوقف ثم اسجد. اه الوقوف ايوه تقصد يعني. كويس. طيب في سؤال ثاني؟ جزاك الله خير. شكرا جزيلا. اي زول ماسك المصحف يقرا. نعم. وجسد التلاوه وخدت المصحف ويستقبل القبله يروح ساجي سجده واحده سجده فيها بس يدعو ويرفع سجده سجده التلاوه سجده واحده بين تكبيرتين الله اكبر يدعو الله اكبر ما فيها سلام. هذه سجده. لكن مسك المصحف يقرا ما خدت المصحف في الواطه خدت في طربيته خدت ما في طربيته شيل طاقيتك خدتها خدت المصحف وشيل عمته خدت المصحف ما تحط في أيوة حتى لو كنت في المسجد أي أي حتى في المسجد اللي الناس يشم برجلين وكده خدت في طربيته اسجد الله اكبر ارفع امسك في المصحف. في ناس ماسكين المصحف بيده عشان يسجد. لا 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 السجود لابد بسبعة. الرسول عليه الصلاه والسلام قال امرت ان اسجد بسبعه على سبعه اعظم الجبهه والنخره والكفين والركبتين. لما مسك المصحف حيسجد بكم؟ بخمسه. من عمر نسجد بسته. ايوه يبقى حط المصحف باحترام واسجد امسك المصحف وغيره. وطبعا هنا ده دي سجده التلاوه سجده واحده بين تكبيرتين. يعني خلاص كده اتضحت لك الرؤيه ان شاء الله يا اخونا المتصل قبل شويه. نرجع للمساله بتاعه المسؤوليه المشتركه. ايوه انت ذكرت نقطه مهمه جدا انه بالليل صاحب الدابه عليه حفظ بهايمه حفظ بهايمه. أيوة. بالنهار صاحب الزرع. أيوة. يحرز زرعه. ايوه الحكايه دي دارين نوضحها شويه برضه. أيوة. طيب ما هنا في الحديث في الرسول عليه الصلاه والسلام قال على حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وحفظ المائشه بالليل على اهلها وعلى أصحاب الماشية ما أتلفت ماشيتهم بالليل وعلى أصحاب الماشية ما أتلفت ماشيتهم بالليل. زول بهاي متفكر بالليل مش تقدر خدر الناس وعرف انه بهايم دي طوالي الى صاحب الزراعة. يا اخي الحقيقه البهايم بتاعي كثرت الولد نساء او حصل خطا البهايم اتكسرت جاتك على الخداره. دايرين نشكل لنا لجنه نشوف التلف قدر شنو ادفع ليك ده المطلوب يحصل كده. قال لي يا اخي عفيتك خلاص اخذ العفو. الزول ده صاحب البهايم قطع الحركه وعرف انه بهايمه البهايم حقه دهلكت الخدار صاحب الخدار يمشي يفتح بلاغ. البلاغ هي ناس الشرطه القاضي يشكل لجنه يشوف التلف اللي اتلفته البهايم دي شنو. بعد ذلك القاضي يشوف التلف غدرته 500 جنيه 700 جنيه 1000 جنيه يلزم صاحب البهايم بالدفع. تعويض لصاحب الزراعة. نعم. والحاجات دي موجودة في الجزيرة في زريبة. أيوة. الزريبة دي كبيرة زريبة هوامل وفيها حراس اللي قلت لك بهاي ماشي بالليل داخل الزريبة دي صاحبها لما يجي تغرم يدفع الغرامة محددة 5 جنيه للبقرة أو كده للغنماء يدفع يمشي. زول لقى بهاي في خدار زول ساقة دخلها صاحب البهايم يجي ما تدي بهايمه لأن كانت أكلت لها خدار زول لغاية ما تجي اللجنة تشكل تشوف التلف قدر شنو. صاحب البهايم يدفع الغرامة ويدفع حق الزريبة حتى يسوق بهايم ويمشي. كل حاجة دي عملت المحليات حفظ اللي بهايمك أنت ما تأكل الحرام وما تتلف خدار الزول. طيب ده بذكرني سؤال مهم جدا. نحن زمان لما كنا صغار حقيقة بنشوف الناس بيغدروا كلجنة بيغدروا التلف لكن بعد ما يحددوه خلاص مثلا 30 40 شوال أو 30 جنيه أو على أي كان يعني. لكن صاحب البلاد أو صاحب الحواشة ما بشيل الغرامة دي. أيوة. بيحس بيقول زي هي فيها حرمة. فالسؤال ده مهم جدا. هو المطلوب انك تاخذه لانك انت لما اخذت شجعت عليه الزول ده يفك بهايمه ثاني خذه ما محتاج له صدق به. ايوه عشان تأدب صاحب البهايم ما يفك بهايمه ثاني. لجنة قالت 500 جنيه لصاحب البهايم ما تقول له ما محتاجهم عليه يا تعفيه لكن احسن تاخذه. عشان تأدب صاحب البهايم هو وغيره ما يفك لكن ما في حرمه عموما. اي ما في حرمه حلال عليه. حتى الكلام ده ذكرني فيه برضه سؤال موجود هنا في المذكره. اللي هو في بعض الناس يعني مثلا زول ولده مات في حادث حركه القاضي خلاص حكم على يدفع الديه على السواق يدفع الديه وبعدين على الصيام. هنا اهل المفتون يقول ما بناخذ ديه على موت ولدنا ما بناخذ ديه على موت ولدنا. لدى كلام غلط جدا وده يدخل الزول في محاسبه شديده يوم القيامه لانه ربنا حكم الديه دي. انت ما تقول ما داير الديه لموت ولدي يا تعفي يا تاخذها.
هاي تعفي يا تأخذ، وإذا أخذتها حلال عليك 100%، لأن ربنا حللها. قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. إلا إذا كان أهل القتيل قالوا عافينا، لكن اللي قالوا ما عارفين الدايرين دي تأخذها أي فحلال عليك. لكن لو قلت ما بأخذها عشان أخذ عوض علي موت ولدي، ربنا يعاقبك يوم القيامة لأن خالفت أمر الله. جزاك الله خير شيخنا. سنعود إليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. بدينا حديثنا عن القضايا المشتركة أو المسؤوليات المشتركة في الطريق. أيوة. أيضا الإسلام أدانا ونبهنا وورانا كيف نحن نحافظ على حقوق الطريق. لو أيوة. طرحنا سؤال نقول ما هو حق الطريق في الإسلام؟ أيوة. أجعنا بسعيد الخدري رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدهنا أعطى الطريق حقه. قال وما حقه يا رسول الله؟ قال قبض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى دي حق الطريق. غير تقعد في الطريق لازم تعمل الخمسة. نعم. قبل ما نشرح الحديث ده ولأنه شرحه هيطول معانا تلفون. ألو مرحب. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. السلام عليكم، معك أبو خالد من بربر. من بربر، مرحبا بك، تفضل. معك ابو خالد من بربر. اهلا يا ابو خالد. احييكم واحيي برايكم الشاعر الجميل. الله يفتح عليك يا ابو خالد، تفضل. نعم، قول سؤالك يا ابو خالد. جزاك الله خير يا ابو خالد، تفضل. عندي سؤال واحد انا. تفضل. عندي سؤال واحد. نعم نحن نسمعك الآن يا أبو خالد. عندي سؤال واحد، عندي واحد الواحد لو جاء إلى الضحية، لو جاء إلى الضحية الضحية طبعا الواحد بيشتريها بأقساط بيشتريها بالدين، هل تجيبش حق الدين؟ الدين جدا. شكرا يا ابو خالد، لكن داري انبهك قبل ما تكفي الخط يا ابو خالد، دائما عليك لما تسمعنا وانت من الناس اللي بتتصلوا علينا طوالي، ارجو انه ما تسمعنا من التلفزيون، ارجو انك ما تسمعنا من التلفزيون، يعني ما تسمع صوتك لحد ما يجيك راجع، لانه في فرق بتاع الزمن، يعني بتاخذ لها زي 8 ثواني تقريبا او اقل شويه، ارجو انك انت تسمعنا طوالي من التلفون. شكرا جزيلا ابو خالد. ابو خالد اظن الضحيه قربت ولا شنو؟ بيسال عن الضحيه. قال الضحيه بالدين تجوز الضحيه. يجوز عند بعض العلماء قالوا يجوز، فقهاء الحنابله قالوا من استطاع ان يستدين فليستدين. نعم. من استطاع ان يستدين فليستدين. عند المالكيه قالوا له المستطيع واللي يملك ثمن الاضحيه زائد عن حيده حيه من يعول ولا يحتاج لثمنها في عامها هذا. الاحناب قالوا المستطيع واللي يملك 500 درهم. نعم. الشافعي قال المستطيع والذي يستطيع الحصول على ثمنها زائد عن حيث وحية أولاده ليلة العيد يوم العيد. الحنابلة قالوا إذا من استطاع أن يستدين فليستدين. يعني إذا كان استطاع يستلف وزول بيسلف ويستلف يجيب الضحية. نعم. طيب معنا تلفون ثاني. ألو مرحب. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. التحية لك والتحية للفريق العامل. الله يفتح عليك، منو معنا انت؟ والتحية للمشاهدين. الله يفتح عليك، تفضل. نحيي الدكتور محمد الحسن. نعم تفضل، نسمعك الآن الشيخ. بشير العاقب أحمد من جود بدر. أهلا يا أحمد. ثلاثة أسئلة، السؤال الأول فضل الإصلاح بين الناس. شنو؟ والسؤال الثاني ما هي الأعمال التي يعمل العبد يغفر له ما تغفر من ذنبي؟ السؤال الثاني شنو يا أحمد؟ الأعمال لما نعمل أعمال ربنا يغفر له ما تقدم من ذنبه. الأعمال شنو؟ الأعمال التي شنو يا أحمد؟ أقول لي عندي سؤال واحد. الأعمال لما يعمل العبد ربنا يغفر له ما تقدم من ذنبه. يغفر له ذنبه؟ طيب. يغفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم. أيوه. طيب السؤال الثالث؟ والسؤال الثالث
عن زيارة المقابر للنساء. نعم للنساء. شكرا جزيلا يا أحمد من واد بدر. قال فضل الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس، قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. يعني لا فائدة في كثير مما يتحدثه الناس فيما بينك إلا كلاما فيه حس على الصدقة، مساعدة الأيتام والأرامل والإصلاح بين الناس، واللي يقوم بالصلح بين الناس ده أجر عظيم عند الله تعالى. السؤال الثاني قال الأعمال التي يقوم بها المسلم ويغفر له ما تقدم من ذنبه. التوبة النصوح، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. في أذكار معينة بس الثلاثة دي يتوب توبة نصوحة، وشروط التوبة يوقف فعل الذنب. نمرة اثنين يندم على فعل الذنب. نمرة ثلاثة يحزم عزم أكيد ما يعود للذنب ده. وصدق ما عاد ربنا يغفر له. عاد يبقى مع التوبة تتغضى. في بس الذكر سبحان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم تحت الذنوب الصغائر. الصغائر الصغائر. لكن طيب الكبائر لابد التوبة النصوح. نعم. طيب زيارة المقابر للنساء. أي هنا ده اللي اختلف العلماء في حديث إن الرسول عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وفي حديث تاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. في بداية الدعوة الرسول نهاهم عن زيارة القبور لأنه كان بيعبدوا القبور. لما الإسلام رسخ في قلوبهم وعرفوا أن زيارة القبور باطلة سمح لهم بزيارة القبور لأن تذكر زول الموت والحياة بعد الموت. وزيارة القبور عندها يعني بعد ذلك العلماء قالوا الرخصة جاءت عامة للرجال وللنساء. وعندها آداب، من آداب الزول لما يوصل المقابر يسلم على أهل المقابر سلام عام. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. خلاص ده سلم على المغابر، بعد يقدر يرجع داري عند زول قريب وداري يزول يمشي بين الغمر ويطلع فوق الترب يشوف زول قريب يدعو لزول ده ويمشي. وضحت إن شاء الله يا أحمد من واد بدر. طيب نرجع للشرح بتاع الحديث المتعلق بحق الطريق. أيوة الطريق اللي هي على الطريق حق الطريق اللي هو قض البصر. نزول يقض البصر قاعد في الطريق. وقض البصر دي أخواني في كثير من الناس يعني شباب أو ناس كبار، في زول فاتح دكان وناس يقعد جنب الدكان ده يسبب حرج للنساء اللي بيجي يشترين ويساوي منه كده. لا زول يقعد بعيد من الدكان. هنا ده حق الطريق القض البصر وكف الأذى والأمر ورد بالسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تقدر على الثلاثة ديل أقعد في الطريق، ما بتقدر عليه أدخل جوا، لأنك ما بتقدر عليه وقعدت يبغى تأخذ الذنوب كثير. هاي زول يعمل حساب. بعدين تاني حق تاني جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه البخاري ومسلم. اتقوا اللعانين، معناته يا محشر المسلمين ابتعدوا من الذنب اللي بيجيب لكم لعنة الناس. والذنب اللي يجيب لعنة الناس التخلي في طريق الناس أو في ظلهم. التخلي معناته التبول والتبرز في الطريق وفي الظل. ممنوع التبرز في الطريق لأنه هذول يجي حفيان يجي كذا عشان النجاسة ممنوع. نمرة اثنين في الظل، ظل شدرة ظل حيط، الناس يتعود وعده في الظل ده زول مسافر زول عابر الطريق يجلس شدرة فيها الظل يقعد فيها، لكن يجي قبرات في الظل ده والضبان متلمع عليه. اللي حيحصل شنو؟ الزول ده حيدعي اللي بدرس ده، يعني اتقوا اللعانين، ابتعدوا من الذنبين اللي بيجيب لكم اللعنة اللي هي التبول في الطريق والتبول والتبرس في ظل الناس. هذا كذلك جاء في فضل إزالة الأذى عن الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره
فشكر الله له فغفر له. رواه مسلم. حتى غصن زول ماشي قال بس غصن شوك في الطريق. خام قال لي زول حفيان يجي زول يقع في الشوك ده يضر. زحل غصن الشوك ده من الطريق، ربنا غفر له. سبحان الله. شكروا على عمله ده وغفر له. يبقى إزالة الطريق وشعب من شعب الإيمان. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى إزالة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. يبقى الناس اللي بيضيقوا الطريق ديلا قدام بيته، طب ما اسمح ليك أظن متر قدام بيتك، لكن واحد أخذ متر ونص مترين يعمل له جنين يعمل له درابزين وكذا، لا أنت حقك القانون أداك متر ما زيد من متر، زدت عن متر خالفت الشرع. هاي خدت حقك حق الناس. ما زو نمرة اثنين ما نعمل حجارة ولا نعمل ليك حايد عرقل الطريق. هاي نمرة ثلاثة كمان برضو عندنا احنا ننصح الباعة المتجولين ديل. مرات يعني طبعا كسر يزيقوا المساكين كمان، لكن ما نضيق الشارع خالص نخلي يسبب في حوادث يسبب في شيء. هاي طيب في حياة برضو ملاحظة في الأحياء، بتلقى ناس بيدفقوا الموية بتاعت الحمام برا الشارع و... آه طبعا أي حاجة تسبب أذى في الطريق ممنوع. حتى شوف الحياة رائحة كريهة، كباب الطريق برضو يتأذى، التخلي عن التبرد. في حاجات مع حياة المطبخ حاجات كده خدها، حياة المفروض حياة المطبخ والباقي الملاح والحيات يعني دي تعلمنا أي شيء. أي لما نخدها في كيس نخدها في مكان التجمع النفايات، لكن ما نرمى في الشارع كده. أي والله المسؤولية يا شيخنا هي كبيرة جدا، يعني افتكر انه مسؤولية كبيرة والناس ما منتبهين، والتذكير للناس يعني مطلوب كمان في المرحلة دي. يعني حس الأبناء أو الشباب اللي بيطلعوا بنظفوا الشوارع يوم الجمعة ده برضه فيه أجر عظيم. فعلا زول زالت الأذى عن الطريق، شو زول ده ماشي في الطريق واللي قالوا قصين شوف الطريق زحاه من الطريق ما كلف يمكن دقيقة ما كلفت، ربنا شكر وغفر لي. بينما رجل يمشي بطريق وجد قصنا شوكا على الطريق فأخره أخروا عن زحمنا الطريق، فشكر الله له فغفر له. سبحان الله. يعني إحنا ده دي مناسبة إنه ندي الناس الشباب ديل برضو دفع معنا بكده إنه يعني بدل يكونوا قاعدين في الشارع ساكت ويلعبوا كورة أحسن ننظف الشوارع يعني. زالة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. ده برجعني للسؤال تاني يا شيخنا، الناس اللي بيقعدوا في الشارع ديل يعني يكونوا يجي ذول مار فيهم بيكون ده ايضا مدعاة للغيبه والنميمه. صحيح. في بعض الناس يلاحظوا على شكله، يلاحظوا على ثوبه، يلاحظوا على كل ده، كلها دي ذنوب. عشان كده المزلزل مد الطريق حقه وما بيقدر اظن يؤدي الطريق حقه. الخمسه دي: قض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخمسه دي تقدر تأدين اوعد في الطريق، ما بتقدر خليك تدخل جوه. اي لين بيجيب لك ذنوب يوم القيامه تتعاقب عليه. ذنب النميمه شنو طبعا يا شيخ؟ الذنب طبعا اذا كان حصل نميمه ذنب، الذنب النميمه من اكبر الكبائر، من ذنوب الكبائر، والغيبه من ذنوب الكبائر، واستهزاء من ذنوب شو ذاك ماشي بزبل عامل كيف ما بياخذ الزول يتكلم في النار يعني. او كمان ذاته يعني يسبب حري للناس النسوان المشاد بالشارع. هي والله امانه كبيره زي ما قلت، نادر الانسان شنو يقدر يعني يحافظ عليها. المساله بتاعت انه الزول لما يكون قائد ناجح افتكر انه يكون يقود الناس للاصلاح. يعني كيف يقدر يستفيد الزول من الناس على اساس انه الناس في الشارع ديل يديهم يقول النصيحه يعني يستفيد من الجانب ده. كيف الحكايه دي؟ فعلا تلقى شباب انه ينصحهم بدل ما توعد في الشارع وكذا تتكلم وكذا، هو اعمل لكم حلقه بتاعت تتفقوا في امور دينكم. شوف المتفقه فيكم يشرح لكم الحديث، يشرح لكم الوضوء، يشرح لكم كذا، تجيب لكم كتاب بتاع قعدت به بتاع رياض الصالحين بتاع تتفقوا في امور دينكم بدل ما تقعدوا ساكت وعبارات وكشتينه. بعض الناس كمان يقعد يلعب في الكشتينه وكذا. يعني طيب الزمن ده يعني نحن محسوبين عليه، كله زمن يمر حيتزول حيندم عليه يوم القيامه. وفعلا الناس بيلعبوا كشتينه والضمنه وبيلعبوا ثاني بالتليفون اللعبه الجديده دي. صح. اللعبه الجديده دي يا شيخنا برضه فيها اهدار روحي. كمان اللعبه الجديده دي كمان اللي هي النيدو دي. النيدو اي. النيدو دي النيدو طبعا حرام، ولذلك اسمه النرده. يعني بريده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكانما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم. يعني بيلعب بالنردشير ده كانه جاب لحم خنزير طمس يده فيه ودم خنزير. طبعا العلماء هنا شراح الحديث قالوا
دم الخنزير نجس ولحم الخنزير نجس، ما دام شبه اللعب بالنجس يبقى لعب الطائفه الدشير الحرام. انا الدشير المكعبات كانوا يرموها كذي وده يرميها للثاني يرميها عنده الحاجات يعرفوها. هسه من قبل تليفون طلب شباب حتى لو مجان ما بقروش برضه حرام؟ هاي بدون قروش حرام. معنا معنا مكالمه. الو مرحب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم استاذ التاريخ والتحيه لمولانا محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا منو؟ رحمه الله من الدراوه. رحمه الله. مرحبا يا رحمه الله. عندي ثلاثه اسئله. نعم تفضل. بالنسبه للسؤال الاول في بالنسبه للعصبه في الورثه. الورثه العصبه 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 في الورثه في الورثه. ايوه اها. البنات في العصب التعصيب هو بيسموه التعصيب. نعم نعم تفضل. يعني بالنسبه للبنات في الورثه اذا في جابن طبعا بنات ورجال البنات بيارثن في العصبه دي. البنات معلومه. نعم فهمت الشيء. خلاص بينا فين نشر. خلاص طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبه لل اللي قول الرجل خل الرجل حلال ولا حرام؟ خل الرجل في الدكان يعني مثلا زي المؤجر يدفع له خل الرجل بعد ذاك يطلع عليك صح؟ نعم خل الرجل يطلع جدا. السؤال الثالث اها المتاجره في الخبز والبنزين وقوت المواطن دي حلال ولا حرام؟ ايوه المتاجره في البنزين والوقود والدقيق وكذا. طيب نعم جدا شكرا لك يا رحمه الله. والله أسئلة مهمة يا شيخنا. هو أول سؤال عن التعصيب في الورث. العصب اللي هي في عصب بنفسه عصب بغيره عصب مع غيره. العصب بنفسه هو ذكر ما ينسب ما في أنسى بيناته ينسب عليه أبوات وجدوده. ده مرات يأخذ المال كله مرات يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. يسموه عصب بنفسه. في عصب بغيره اللي هي الأخت الشقيقة تكون عصبة مع أخوها الأبو مات ترك مال يقول الأخت تعصب مع أخوه يتقاسم الميراث بيناته للذكر مثل حظ الأنثيين. بعدين في عصبة مع غيره اللي هي أنثى تحتاج لأنثى عشان تكون عصبة معها زي البنات مع بنت الإبن مثلا أو أخت الشقيقة مع البنت. البنت أخذت النص في أخت شقيقة الأخت الشقيقة تأخذ الثلث تكمل للثلثين يسمى عصبة مع الغير. السؤال الثاني قال بيتكلم عن خلو الرجل. خلو الرجل مرات تكون حرام مرات تكون حلال. كيف؟ حلال نضرب لنا مثال زول أجل دكان أو شقة من العقد ابتدى من 1 يناير ينتهي ب 31 ديسمبر وخلاص لما اتفق وعمل الكلام بقيت فعليات بعد 6 شهور صاحب البكان صاحب الشقة قال لي يا أخي أنا دار تفضي ليه شقة ولا ما بتاع أنا لسه عندي الإيجار لغاية 31 يناير ونحن أنت شهر 6 يوليو ما بطلع عليك الديني خلوا رجل. في الحالة يساوي دخلوا رجل حلال عليه. ليه؟ لأنه اشترى المنفعة. ما أنا ما أجر الدكان استفيد منفعة دي لغاية 31 يناير انت شلت مني المنفعة دي اديني تعويض عليها اخذت منك تعويض حلال. هذا حلال الحلري يكون حلال بالطريقة دي. يكون حرام بتين الإيجار انتهى الإيجار من 1 يناير لغاية 31 ديسمبر 31 ديسمبر جاني قبل في شهر قبل شهرين قال لي يا أخي أنا بحتاج لدكاني ما بجدد العقد. أهل لما جاء 31 ديسمبر فضليت دكان ما بفضليك ده تاني خلو رجل ما بدي خلو رجل انت العقد ما انتهى ونديتك انذار فضليت الدكان. قال لي ايش صوم اطلع لي تدين اكان اديته يكون حرام عليه لانه اخذ مال بدون مقابل انت العقد انتهى تاخذ قروش ليش شنو. طيب هو مرات ما بيكون بيدفعوا صاحب العقار ذاته بيدفعوا زول ثاني دار يجي ياجره اي ايجار داخلي مثلا يعني مثلا انا او يجيني والله انا ماجر الدكان ده مثلا شغال فيه بيجي بيقول لي والله انا الدكان ده بعرف اشغله احسن منك او انا عندي فيه وجهه نظر انا بدفع عليك خل رجل بمشي بكلم سيد العقار اقول له والله يا اخي انا طالب. لا ما هو ما بكده ما هو طبعا انا ماجر الدكان من 1 يناير ل 31 ديسمبر. واحد قال لي اخي الدكان ده ما تفضل لي انا داري لانه في موقع كوي داري افتحه كده. واقول له انا ما اجر الدكان ده خلاص في ايجار اسمه الايجار الداخلي. الباطن. ايجار بالباطن. اهل في ايجار بالباطن هو كان بيدفع 1,000,000 جنيه في الشهر. قال لي يا زول انا بديك 1,500,000 تفضل لي الدكان.
هذا في الحالة دي برضو أخذ المنفعة لأنه متمتع لغاية 31 أخذ المنفعة بالإيجار الداخلي ده. لكن الإيجار انتهى ويوم 31 ديسمبر جاء وقال لي أجل لي إيجار داخلي أخينا العقد بيريم يا صاحب الملك انتهى أمشي يا صاحب الملك أكان أجر إليك ما في مانع أنا خلاص عقدي يوم 31 ديسمبر بفضل الدكان. يعني الأخر الرجل اللي بيدفع بس صاحب العقار اللي طبعا ده في حالة اللي هي المنفعة يسمى يبيع المنفعة أو السمعة التجارية. أيوه يقول في عنده دكان مشهور وعنده زباين كتار الفول الفلاني صاحب الفول الفلاني دار يخلي الدكان قال له أنت شيل اليافطة بتاعتي قال لي يا أخي اليافطة تخليها أنا بشتريها منك ممكن يشتري اليافطة دي سبحان الاسم أيوه السمعة التجارية إن شاء الله تكون برضو البضاعة بعدين نفس الحكاية التجارية. طيب سؤال الثاني وهو السؤال المهم جدا المتاجرة بيعني قوت الناس أيوة البنزين والدقيق نعم طبعا هنا البنزين والدقيق ده سلعة حاجة مدعومة من الحكومة الحكومة دعمها نعم. تجيب البنزين تقول لك يا صاحب العربية نكب البنزين في الطرمبة الشركة اللي متفقة مع الحكومة نعم. كبت البنزين في الطرمبة انت تجي تملى تنكيكة بس ما شيل بنزين في جيركانة تاني أو لو شلت بنزين في جيركانة تاني مشيت بيعته حرام عليك طيب أنا ما دافع ثمن لا دافع ثمن لأن البنزين ده مدعوم حق المواطن ما حقك تشيل كفايتك أي زي ما جبنا لنا صح ناكل ما تاكل بيدك الاثنين وكل بيدك واحد أي ده البنزين ده تملي تنكيك بس ما طيب أنا فرض مليت التنك مشيت بيعت اليزول جيت تاني وجيت في الصف ما عليك برد العاقب لانه شلته ده وحقك لك شلت حق زول تاني مشيت بيعت في النهايه مثلا ما يلقى الطرمبه خلص البنزين خلص ليه؟ لان شلت عبيت تنكيه ومليت زي جريكان مشيت فضيته وتاني جيت وقفت في الصف انت تجي ما تلقى الناس بيعتبروا دي شطاره وزكاة على اي حال النصيحه بيع البنزين بيع الجاز بيع الدقيق بيع لان دي سلعه حقة المواطن مدعومة وسلعة ضرورية أي زول يشيل أكثر من حقه ربنا يعوضه يوم القيامة اللهم إني قد بلغت وأشهد جزاك الله خير شيخنا الجليل إن شاء الله الناس يكونوا يعني يتحملوا هذه المسؤولية أفتكر إنه نحن محتاجين إنه الناس يتثقفوا ويتفقهوا في المسائل الشرعية المتعلقة بأكل مال الناس بالباطل جزاك الله ألف خير شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في حلقة أخرى من برنامج فتاوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته